وسط دعوات ملحة بأن يشمل القرار كل المنتمين إلى القطاع، موافقة مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإمام يلقى ترحيباً واسعاً وسط أصحاب العمائم البيضاء، ما يعد حسبهم ثمرة قوية لرفعة المسجد ومكانته المجتمعية. نحن باركنا ونبارك ونثمن مجهودات السيد رئيس الجمهورية في هذا القرار التاريخي الهام المهم في القطاع الشؤون الدينية والأوقاف، كما أننا نرجو بعون الله تعالى أن القانون التعويضي يمس كل أبناء القطاع دون تنقيص لأحد، لأن القطاع بأسرته يمثل الجميع، فأسرة المساجد من أئمة ومن معهم من أعوان دينيين هي الثمرة القوية لإعطاء انطلاقة فعلية في دور حقيقي لرفعة المسجد ومكانته. نثمنه كثيرا، وهذا الذي انتظره الأئمة وكل عمال قطاع الشؤون الدينية. زيادة في منح الأئمة تصل إلى 5000 دينار جزائري، تضاف إلى ما يحظى به الإمام في الجزائر من عناية بالنظر لمكانته في مجتمعه ورسالته السامية. تتبعنا لهذه الزيادات والتعويضات في مجموعها بدون تفاصيل أنها أعطت حوالي 5000 دينار جزائري، ولأننا يعني نقنن هذه الوظيفة لا تجد لها ثمن، ولكن فقط أن الاختصاص أرادوا تعويض هذا الإمام والاعتناء به كسائر المجتمع كسائر الإطارات بتاع الدولة. تعديل النظام التعويضي للإمام يأتي سابقاً للقانون الأساسي للأئمة، والذي سيتضمن هو الآخر مراجعة أجورهم وإعادة تصنيفهم من أجل تنظيم أكبر للقطاع.